قال وزير الخارجية سامح شكري أن الأزمة الحالية في قطاع غزة تكشف عن ازدواجية في المعايير المتبعة لإنهاء الصراعات في مناطق أخرى من العالم وأضاف شكري أن عرقلة وقف إطلاق النار في القطاع تعطي إسرائيل ضوءا أخضر للاستمرار في انتهاكاتها إن أزمة غزة الأخيرة أصبحت كاشفة لمعضلة ازدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولحاله الاستقطاب الحاد التي يعاني منها النظام الدولي ففي الوقت الذي يتعمد فيه البعض اجهاض مساعي وقف اطلاق النار في قطاع غزه نجدهم يبذلون كل ما بوسعهم لوقف الحرب في ازمات اخرى وهو امر اصبح بمثابه اعطاء اسرائيل ضوءا اخضر لاستمرار في انتهاكاتها